كميات ضخمة من الكتابات الورقية والطلاسم والمواد التي تستخدم في عمليات السحر والشعوذة تم ضبطها من قبل رجال جمارك دبي، ولكن هذه المرة وقعت في أيديهم دمية الشيطان. ما هي دمية الشيطان؟ الزميل حميد الزعابي خبرنا بالتفاصيل. نعم سماح، دمية الشيطان هي إحدى ابتكارات السحرة، وهي الآن في قبضة رجال جمارك دبي. لكل حادث حديث، فحديث الأمس يتكرر اليوم، فنحن أمام قضية المواد المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة التي يتم ضبطها بين الحين والآخر، وهي من الآفات التي ينبغي نقوص الخطر بشأنها، والشيء بالشيء يذكر، فما الذي كان سيحدث لو لم تضبط هذه المواد؟ كم شخص يا ترى سيقع فريسة لهؤلاء المشعوذين الذين يحتالون على الناس ويدعون أنهم يملكون قدرات خارقة؟ فلنتابع. شحنة كبيرة من المواد التي تستخدم في أعمال السحر والشعوذة كانت في طريقها للدخول عبر مطار دبي، فالمواد المضبوطة هنا ليست ببسيطة، منها قصاصات ورقية وخيوط وسوائل وغيرها من المواد، ولكن عيون رجال جمارك دبي كانت لهم بالمرصاد، فهؤلاء الدجالون لا يرحمون صغيرا ولا كبيرا. الضبطيات اللي قدامكم هذه عددها 121 ضبطية قادمة من عدة دول أفريقية وآسيوية. هاي طبعا 120 ضبطيه كان خلال سنه 2012، بعض منها وارد لدوله الامارات والبعض منها موجه لدول افريقيه. اما الشعوذه الادهى هنا هي دميه الشيطان كما يسمونها، فمنظرها يثير الرهبه، والاعظم من ذلك انها تستخدم والعياذ بالله لسحر الاطفال. هذه الدميه بعض الاحيان هم بيستخدمونها اذا مثلا للاطفال او للرجل نفسه او للمراه، فشو يصير فيها مثلا؟ يعملوا فيها بعض الشغلات في داخل هذه الدمية، عرفت كيف؟ من أسحار. إذا أتت باسم هذه المرأة أو باسم هذا الرجل، فهذا الإنسان يبدأ في التعب. فطبعا هذه الأشياء ليس لها علاج إلا القرآن. ومن بين المضبوطات أيضا سحر التفريق والربط وسحر قضاء الحاجات، وهذا ما جعل القائمون هنا يستعينون بأحد رجال الدين لفك مفعول هذه الشعوذات والطلاسم. بالنسبة للأعمال السحر والشعوذة، في قانون المطبوعات والإعلام بدولة الإمارات ينص على حظر استيراد أو التعامل بمثل هذه المطبوعات. حاليا هاي طبعا اللي يستوردونها ناس ضعاف النفوس، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لإبطال مفعولها ومن ثم التخلص منها. بسم الله السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، السميع العليم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، ويتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وبإذن الله تم إبطال مفعول المواد المضبوطة المستخدمة في عمليات السحر والشعوذة، وسيتم حرقها بعد ذلك. وكلمة شكرا في النهاية للساهرين على مصلحة الوطن والمواطن، فهم يستحقون منا كل التقدير، فكم من مواد مخدرة تم ضبطها على أيديهم، وكم من مواد شعوذة تم إيقافها قبل أن تنتشر وتصل إلى مبتغاها.